الحمد لله ربي كتب لنا باش نكونوا في الفريق هذا، ان شاء الله نكونوا الله وجار، وقد الثقه اللي وضعوها فينا اداره الفريق وكذلك الانصار اللي رحبوا بنا بارك الله فيهم. الحمد لله انه شرفت الاسبوع هذا على الفريق، اكيد بالمساعده تاع الطاقم الفني اللي راه سي بلاص، وانا محظوظ بالتواجد تاعو لانه طاقم فني اللي يعرف الفريق مليح وكذلك محب ومخلص للفريق تاعو. ان شاء الله نكونوا على وجه نديروا اللي جيد ونقدموا الاضافه. الحمد لله لقينا تجاوب من لاعبين اللي يعني عندهم اراده باش يقدموا موسم يليق بسمعه الفريق هذا ويليق بسمعه المدينه والانصار اللي رم يعني متعطشين لنتائج ايجابيه. ان شاء الله نكونوا على وجه نقدموا الشيء اللي راه ينتظر فينا ان شاء الله بدايه المباراه هذه امام نجم قليعه. انا بريبارو لها الحمد لله استادير كونفينابلمون، ان شاء الله بربي كيما يقول لك هذيك السلسله تاع النتائج السلبيه اللي كانت، ان شاء الله كيما يقول لك ابري الماتش هذا اللي درناه كونتر الخميس مالغري كو اون ميريت دو غاني، مي الحمد لله يعطينا دافع باش ان شاء الله نخدموا الماتش بروشان اللي هو ديفون القليعه ان شاء الله، باش او موان لي 3 بوان ان شاء الله نعاود نفوزوا بهم باش نتقدموا شويه في السلم الترتيبي ان شاء الله. اجواء التحضيرات راهي مليحه مع مدرب جديد، ان شاء الله احنا غادي نديروا كاع اللي علينا باش نكونفيرمو الريزيطا تاع اللي درناها في الخميس، ان شاء الله لي جوار كاع موالين بالمسؤوليه، ان شاء الله غادي نديروا كاع اللي علينا باش نفرحوا الانصار ونخلفوا كاع لي بوان تاعنا اللي ضاعونا، وان شاء الله راه معنا مدرب جديد ان شاء الله غادي نخدموا ونديروا معاه كاع اللي علينا، وان شاء الله يكون فيه الخير علينا، وان شاء الله نفوتوا في بون باركور ان شاء الله.